رحلة الإسراء والمعراج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، وهي التكرمة والمنحة الإلهية لحبيبه صلى الله عليه وسلم. قصتها تمت في أقل من ليلة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء ورجع قبل الفجر. إنها معجزة لا يمكن لأحد أن يتخيلها. بدأت هذه الرحلة عندما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج به من بيته في مكة المكرمة إلى الكعبة المشرفة. وعند الكعبة المشرفة شق جبريل عليه السلام صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة، ثم رده عليه السلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق، وهي دابة، ومعه جبريل عليه السلام، ما هي إلا لحظات حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى المسجد الأقصى. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى مع جبريل عليه السلام وجد أمرا عظيما. أحيا الله له جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعدد الأنبياء 124 ألف نبي، أما عدد المرسلين 315. جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل المسجد الأقصى أقيمت الصلاة، فقدم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما في الصلاة بأئمة الخلق أجمعين. أي مكانة هذه وأي منزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما بأئمة الخلق أجمعين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء والمرسلين جيء بالمعراج، وهو سلم لا يعلم شكله وقدره إلا الله سبحانه وتعالى. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل المعراج، فإذا هي لحظات ووصل إلى السماء الدنيا فرأى فيها الشيء العجيب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام، ورأى حال أكلت أموال اليتامى ظلمة، وحال المغتابين، وحال الزناة، وحال أكلت الربا والعياذ بالله. ثم صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية مع جبريل عليه السلام، ورأى فيها نبي الله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. ثم عرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة مع جبريل عليه السلام، ورأى فيها سيدنا يوسف عليه السلام، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، ورأى فيها إدريس عليه السلام. ومن ثم صعد إلى السماء الخامسة
مع جبريل عليه السلام ورأى هارون عليه السلام. ثم عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة مع جبريل ورأى فيها سيدنا موسى عليه السلام. ثم صعد إلى السماء السابعة ورأى فيها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث وصاه بالسلام على أمته وأوصاه بوصية عظيمة. قال إبراهيم عليه السلام لرسول الله: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ورأى فيها مشاهد كثيرة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في الجنة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى جارية لزيد بن حارثة، ورأى نهر الكوثر، ورأى نار جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأى مالك خازن النار عليه السلام. ثم ذهب جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف السماء السابعة، وتوقف جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلى موضع لم يصل إليه لا بشر ولا ملك قبل ذلك، وهناك في هذا المكان الطاهر العظيم كلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس.